رئيس الوزراء يؤكد انخفاض أسعار السلع ويتعهد بمزيد من التراجع مع استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها. واشنطن تعتزم التصويت ضد طلب حصول فلسطين على العضوية الأممية الكاملة، ورام الله تؤكد أن تعطيل القرار لن يساعد في تحقيق السلام بالمنطقة. على خلفية تواصل العدوان، إسرائيل تتخوف من قرار محتمل للجنائية الدولية باعتقال مسؤولين من حكومة نتنياهو نهاية الشهر الجاري. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. كشف رئيس مجلس الوزراء عن أنه تم الإفراج حتى الآن عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار من المواني. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أنه اعتبارا من الأول من إبريل الماضي تم إعادة تطبيق قرار مصادرات أي بضائع يتأخر مستفيدوها في إجراءات إخراجها خلال مدة شهر، مؤكدا عدم وجود أي شكوى تتعلق بالإفراج عن السلع. حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية إحنا أفرجنا عن سلع بأكتر من 8 مليار دولار. أنا بس بقولها لحضراتكم. فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول إن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توافر الدولار خرجت. إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق إن في بعض التأخر والتلكؤ من بعض أصحاب الرسائل ان هم يخرجوها، فاحنا كنا الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول ان في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤولة عن التأخير اللي حصل، لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاعة بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة. هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية، لأن طبعاً كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبر لي الدولار، فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول، وإحنا الحقيقة بناءً على طبعاً يعني إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة. اعتباراً من 1/4 إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة. فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع فيه موضوع الإفراج من المواني، إن النهاردة أي بضاعة طالما ان التأخر مش بسبب اي جهة حكومية، اي بضاعة هتوصل مدتها او تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الاجراءات ضدها فورا، بحيث انها تصادر وبتتخذ بالاجراءات بقى انها بتتباع لصالح الدولة بالمزادات بايا كان الاجراءات اللي بتتخذ، وده هيبدأ يتاخد سين عشان يبقى الامور واضحة عشان ما نأخرش حاجة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع بصفة عامة بالأسواق بنسبة 22%، وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في السلع الأساسية وصلت إلى 27%. بصفة عامة اللي نقدر نقوله من متابعة أكثر من جهة، ويمكن هنا إحنا الحقيقة في الأمانة الفنية للجنة هي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، بيقدر ان هو بينزل من خلال الحصر على مستوى المحافظات كلها. يعني احنا عندنا دلوقتي بقى في حصر كامل محافظة محافظة، وبالتالي بنبقى شايفين ان ممكن بنلاقي الاسعار بتختلف من محافظة، وممكن جوه المحافظة نفسها بنلاقي في اختلافات في بعض الاسعار، ولكن الاتجاه العام ان السلع كلها بصفة عامة في نزول لحوالي 22%، ولكن السلع الاساسية المجموعة السلع الأساسية النزول فيها أكتر، يعني بيتجاوز 25%، ممكن تبقى للأرقام حوالي 27%. وأهب رئيس مجلس الوزراء بالمواطنين الإبلاغ عن المنافذ التي تبيع السلع بأسعار أعلى من المتوسط، وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك أو مجلس الوزراء والوزارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. إحنا النهاردة بنتابع بقى، عندي النهاردة أسعار واضحة جدا لكل السلع. أنا بتكلم هنا على السلع الأساسية. طيب عندي وموجودة في السلاسل وبنتابع وعند التجار
واتحاد الغرف بيبعت لنا كل اسبوع السعر بقى موجود قد ايه، مركز المعلومات بينزل وبيحصر بقى معروف متوسطات اسعار السلع. طيب انا بقولها بمنتهى الامانه، طب هل انا هبقى عندي القدره ان انا انزل على مئات الالاف من المنافذ والمحلات علشان اشوفها في وقت واحد واتاكد ان هم بيبيعوا؟ كدوله وقدرات دوله مش هنقدر نعمل الكلام ده لوحدنا. عشان كده انا بهيب بالمواطن النهارده، الاسعار بقت واضحه وبقت معروفه، طب لقيت في مكان بيبيع باسعار اعلى من كده بكتير، حضراتكم بلغونا. انا بقول بلغونا، في عندنا الاماكن اللي بيتم الابلاغ فيها، جهاز حمايه المستهلك، جهاز حمايه المنافسه، هنا في مجلس الوزراء، في كل الوزارات موجودين عشان ناخد ضدها الاجراء الفوري. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع. خلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها المعنية تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق وفق الآليات التي اتخذتها الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي بالإفراج عن جميع السلع في المواني وتوفير المكون الدولاري المطلوب. أضاف مدبولي أن هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقا للقانون. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص الشديد على متابعة حركات الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في ضوء الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توافر السلع في الأسواق المحلية. وشدد مدبولي على متابعة ورصد الحكومة موقف انخفاض الأسعار تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد واتساقا مع اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية بما يساهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع. وفي سياق آخر أكد مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعوقات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون على أرض مصر من نحو 133 دولة بنسبة 50.4% ذكور و 49.6% إناث، وبمتوسط عمر يصل إلى 35 سنة، يمثلون إجماليا 8.7% من حجم سكان مصر. هذا وكلف رئيس الوزراء بتدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين. جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ والداعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسؤول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في قطاع غزة وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره البولندي رادوسواف تشيكارسكي، أكد وزير الخارجية ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون أي عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، مجددا رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة. ومن جانبه أشاد وزير الخارجية البولندي بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة. يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة. كان المجلس قد قرر عقد الجلسة بعدما طلبت السلطة الفلسطينية من المجلس النظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في هذه الأثناء أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستصوت ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. أكد ممثل الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو أن قرارا يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. وشدد المسؤول الفلسطيني على أن من يعطي مثل هذا القرار لا يساعد في فرصة لتحقيق السلام في المنطقة. إن قرارا بمنح فلسطين العضوية الكاملة سيشكل في واقع الأمر ركيزة هامة من ركائز تحقيق السلام في منطقتنا، لأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بآثاره المختلفة أصبح يتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل ويمتد إلى أماكن أخرى
في منطقتنا وفي الشرق الأوسط والعالم بأسره. ولذلك فإننا نرى أن الوقت قد حان لكي يتحمل مجلس الأمن المسؤولية التاريخية بإنصاف الشعب الفلسطيني بتبني وإصدار قرار بقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. إن من يعطل مثل هذا القرار لا يساعد في تعزيز فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفي الشرق الأوسط بشكل عام. أكد المجلس الأوروبي التزامه بالعمل مع شركائه على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة. وشدد المجلس في بيان ختامي لاجتماعاته التي عقدت على مدى يومين في بروكسل على التزام الاتحاد الأوروبي التام بالمساهمة في وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن فيها، مشددا على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتحقيق السلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين. أعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في أن تستمع الولايات المتحدة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان على غزة، داعيا إلى ممارسة ضبط النفس في قطاع غزة. وعقب محادثات مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي في جاكرتا، أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة أن تطلع بدورها في قطاع غزة، مشددا على أنه لا توجد استثناءات في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي بما في ذلك قواعد مجلس الأمن، معتبرا أن الولايات المتحدة ليس لديها امتيازات خاصة على حد تعبيره. غزة اتدمرت، ما قالش حاجة. واصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة في اليوم 195 من العدوان المتواصل على غزة. أفادت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مناطق الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين. وواصل طيران الاحتلال الحربي قصف منازل في تل الهوى ومخيم الشاطئ مدينة غزة. أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 71 شهيدا و106 من المصابين. وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,970 شهيدا و76,770 مصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليه. أفادت بلدية النصيرات بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25,000 متر مربع من الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية وخمس ميادين وتقاطعات رئيسية. ذكرت البلدية في بيان أن الاحتلال دمر 12 بئر مياه ونحو 4,000 متر طولي من شبكات المياه و15 من محابس المياه ومحطتي تحلية مياه، كما تم تدمير 10 مولدات كهرباء
الكهرباء تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه، بالإضافة إلى 6 من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية. وأشارت إلى تراكم نحو 20,000 طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز الإيواء بسبب نفاذ الوقود وتدمير عدد من آليات البلدية ومنع وصول طواقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات. نشرت هيئة الأمم المتحدة تقريرا عن استشهاد أكثر من 10,000 امرأة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فإن حصيلة الشهيدات الفلسطينيات تضم أكثر من 6,000 أم تركت خلفها أكثر من 19,000 يتيم في القطاع. على مدار نحو 200 يوم هي عمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني. ووفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أعلنت فيه استشهاد أكثر من 10,000 امرأة في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. هيئة الأمم المتحدة أكدت أن هناك أكثر من 6,000 أم فقدت حياتها من بين أولئك الذين فقدوا حياتهم، وخلفت وفاتهن حوالي 19,000 طفل يتيم. التقرير حذر من أن النساء اللائي نجين من وابل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية يواجهن الآن النزوح والترمل والجوع وغيرها من الصعوبات، معربا عن قلق بالغ من أن أكثر من 1,000,000 امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن جوعا كارثيا يكاد يكون من المستحيل معه الحصول على الغذاء ومياه الشرب بالآمنة أو المياه الجارية. السلام، والسلام وحده هو السبيل لإنهاء هذه المعاناة، حتى وإن انتهت سيبقى أثرها لأجيال. هذا ما أكدته الأمم المتحدة حاسة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الداعي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريراً سلطت فيه الضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى للتضييق على الفلسطينيين. وبحسب التقرير فإن المخطط الإسرائيلي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم القدسي لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير. فصل جديد من المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى وإيجاد واقع جديد من بين فصوله التضييق على الفلسطينيين، خصوصا سكان مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة الراغبين في الدخول لباحات المسجد الأقصى في مقابل السماح للإسرائيليين بالدخول. وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقريرا سلطت فيه الضوء على تفاصيل مخطط وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، والذي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم القدسي لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير، محاولات متجددة من قبل السلطات لتركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى قوبلت في السابق برفض ومعارضة شديدة أدت إلى احتجاجات عنيفة. مخططات يتبناها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لتهويد المسجد الأقصى ونزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض الطابع اليهودي. خطة العمل الجديدة للوزير اليميني تستهدف تعزيز قبضة الاحتلال في الحرم القدسي ومنح الإسرائيليين الحق في اقتحام باحات المسجد الأقصى في مقابل التضييق على غيرهم. أهداف جديدة لإسرائيل تأتي بعد الأزمة الكبيرة حول وضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التابعة للشرطة على أبواب الحرم في عام 2017، والتي أثارت احتجاجات عنيفة بين أهالي القدس المحتلة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي. الأعضاء اليمينيون داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية يسعون لفرض إجراءات جديدة وواقع دائم داخل مدينة القدس المحتلة وفي الحرم القدسي، استغلالاً لانشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة من عدوان غاشم تجاوز شهره السادس، فضلاً عن موقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب في انهيار التحالف الوزاري القائم.
أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بوجود تخوفات داخل حكومة بنيامين نتنياهو من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين. أوضحت القناة الإسرائيلية أن الحكومة حصلت على معلومات ورسائل تشير إلى أن احتمال إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية ارتفع بشكل كبير وقد يكون قبل نهاية هذا الشهر، منوهة إلى أن نتنياهو عقد اجتماعا طارئا قبل يومين لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، وقد شارك فيه وزراء القضاء والخارجية والشؤون الاستراتيجية وخبراء قانونيون. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الظروف الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة، وطالبت الخارجية الأمريكية إسرائيل بفعل المزيد للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع والتنسيق مع وكالات الإغاثة بشأن وقف الصراع، مشيرة إلى أن واشنطن تشهد بعض التقدم الملحوظ فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددة على أن الأزمة تتطلب زيادة سريعة لهذه الجهود. في الأثناء قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال إن عدم تسهيل وصول مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة يعني حكما بالإعدام على الفلسطينيين في القطاع. وأوضح بوريل أن هناك حاجة إلى وكالة الأونروا أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. المزيد حول حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، متابعة لاستمرار دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، فعلى مدار اليوم بدأت بالفعل منذ الفجر دخول الشاحنات المختلفة المتنوعة المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية، ولكن من أهم الشاحنات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية هي شاحنات الوقود، فبالفعل شاحنات الوقود المحملة بالغاز والسولار هي تدخل لي يعني تشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع ومن أهمها المستشفيات بالطبع، بعد أن خرج ما يقرب من 80% من هذه المستشفيات عن الخدمة تماما. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا مطار العريش الدولي ما زال يستقبل المساعدات المختلفة لتدخل إلى قطاع غزة، يتم نقل هذه المساعدات عن طريق الهلال الأحمر المصري المخازن اللوجستية ثم تذهب بعد ذلك إلى الأشقاء إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن وصول يعني المرحلة الثانية بالكامل للقافلة السادسة للتحالف الوطني، وهذه القافلة التي يعني كانت محملة بأكثر من 6000
طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة ومن أهمها الإعشية أيضا التي دخلت عبر بوابات معبر رفح المصرية اليوم ومعبر كرم أبو سالم، ويعد التحالف الوطني من أهم المساهمين في هذه المساعدات الإغاثية. وبشكل عام المساعدات داخل قطاع غزة ما يقرب من 70 إلى 80% تقريبا من هذه المساعدات الإغاثية تأتي من داخل جمهورية مصر العربية، إما من طريق المؤسسات المختلفة أو التحالف الوطني أو حتى الشعب المصري بشكل عام. كل هذا يأتي ليعبر إلى بوابة معبر رفح المصري. نتحدث أيضا عن مجهودات دبلوماسية مختلفة لاستقبال جميع الأطراف داخل جمهورية مصر العربية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. كل هذا يعني يقابله في الناحية الأخرى عرقلة من جانب قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات، ولكن هذا لا يمنع الاستمرار الضغوطات المختلفة الدولية والأممية وبشهادات أيضا أممية يعني أشادوا بأن المعبر رفح ومعبر رفح المصري هو الأهم وربما هو الرائد في دخول هذه الشاحنات، وهو ما يؤكد على دور مصر في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية. كانت هذه هي الصورة بشكل عام من شمال سيناء، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. التاسعة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. إيران تحذر من رد حاسم حال انتهاك سيادتها من جانب إسرائيل، ولندن تفرضان عقوبات على طهران تطال مصنع المسيرات. ننتقل الآن مشاهدينا إلى نيويورك لنقل جانب من كلمة الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التوتر في الشرق الأوسط. استقلالي والحرية بعد أن تمت التضحية به في لعبة الأمم منذ ما يزيد على 8 عقود، ليصبح الشعب الوحيد في العالم حالياً الخاضع لأبشع صور الاحتلال العسكري المتغطرس. ونذكر هنا بأن مجلسكم وبعد إصدار الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين تحت الانتداب المشهور برقم 181 قد أوصى الجمعية العامة بمنح العضوية الكاملة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في قراره رقم 69 بتاريخ 4 مارس 49. فلماذا يحاول البعض الآن إعاقة تنفيذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة 181 والتعلل بأعذار واهية مع محاولة تكبيل يدي المجتمع الدولي في هذا الموضوع؟ إننا نعتبر أن على مجلسكم الموقر أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد، وألا يتسبب مرة أخرى في إحباط طموح مشروع لأبناء الشعب الفلسطيني بالاستقلال والانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، مثله مثل الكثير من الشعوب التي فازت بتلك العضوية وبالذات في الفترة الأخيرة. كما أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يجعل أي تفاوض محتمل لها مع قوة الاحتلال يتم على أرضية من الندية على المستوى القانوني، ويسلب من قوة الاحتلال قدرتها الخارقة على منع ظهور الدولة إلى النور وتفعيلها دوليا. من هنا فإن الجامعة العربية توصي المجلس الموقر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها إلى عضوية المنظمة الدولية باعتبار ذلك سبيلا إلى السلام وليس عقبة في طريقه كما يروج من يتبنى منطق الاحتلال وروايته. السيدات والسادة، هناك مساعي محمومة لنزع الشرعية عن وكالة الأونروا والتشكيك في حيادها ومهنية القائمين عليها لتجفيف منابع تمويلها ودفع الدول للإحجام عن المساهمة في موازنتها. إننا نعارض هذا الأمر جملة وتفصيلا، ونتطلع إلى اليوم الذي لا يحتاج فيه الفلسطينيون إلى خدمات الأونروا، فقط عندما يحصلون على استقلالهم المنشود. خلافا لذلك فإن هذه الوكالة المنشأة بقرار أممي يجب أن تستمر في ممارسة عملها في إغاثة وإعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين. أخيراً سيادة الرئيسة، إن الجريمة المتواصلة في غزة تمثل عدواناً على الجوهر الأخلاقي والقانوني للنظام الدولي، والسكوت على هذه الجريمة يضع شرعية هذا النظام ومصداقية هذا المجلس على المحك. نتمنى
أن ينفذ المجلس قراره، فقد صار ذلك ضرورة للحفاظ على مصداقيته في أعين العرب وجميع الشعوب المناهضة للظلم والمساندة للحق المشروع للفلسطينيين في حياة حرة وكريمة بعيداً عن قبضة الاحتلال الدمية. شكراً سيادة الرئيس. I thank His Excellency Mr. Zaki for his statement. I now give the floor to Mr. Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the Mediterranean. Thank you, Madam President. I wish to thank you and thank Malta for the opportunity afforded to the Union for the Mediterranean to address the UN Security Council on this. إذن مشاهدينا نتابع الآن على الهواء مباشرة جانبا من جلسة بمجلس الأمن حول التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، واستمعنا إلى جزء من كلمة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي بشأن الأوضاع في غزة، وقد أوصى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مجلس الأمن بالاعتراف بالمنظمة الفلسطينية كممثل لل الدولة الفلسطينية وضرورة حصول فلسطين على عضوية كاملة في مجلس الأمن. أيضا تحدث عن المحاولات المحمومة لتحديد دور الأونروا وهي الوكالة المنشأة بقرار أممي، تحديم دورها وفي فلسطين وفي غزة تحديدا ومعارضة الجامعة العربية لهذا الأمر، وتحدث أخيرا عن ضرورة يعني التأكيد على مصداقية مجلس الأمن وأن ما يحدث في غزة من انتهاكات جسيمة للأخلاق الدولية هو يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك. Madam President, on the 27th of November 2023, the Union for the Mediterranean Foreign Ministers met. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة إجبار إسرائيل على وقف ما وصفها بالمغامرات العسكرية ضد مصالحها. وخلال كلمته في مجلس الأمن الدولي أكد عبد اللهيان أنه في حالة استخدام إسرائيل للقوة وانتهاك سيادة إيران فإن طهران لن تتردد للحظة في تأكيد حقوقها الأصيلة في الرد الحاسم والمناسب. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة إسرائيل خططت لتوجيه ضربات انتقامية ضد طهران ردا على القصف الإيراني لأراضيها السبت الماضي. يأتي ذلك فيما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الحرب في إسرائيل اجتماعا اليوم لبحث كيفية الرد على الهجوم الإيراني. إيران and its proxies launched. إسرائيل تريد الصقر بعد الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على استهداف مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق، ووسط ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر في المنطقة، تتهيأ إسرائيل لشن هجوم وشيك ضد إيران سواء داخل أراضيها أو ضد وكلائها في المنطقة. وبحسب صحيفة وول ستريت فقد بدأت إيران في تجهيز قواتها الجوية والبحرية استعدادا لهذا الهجوم المحتمل. الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين ومستشارين إيرانيين قولهم إن طهران بدأت في إجلاء موظفيها من مواقع عدة في سوريا خشية الانتقام الإسرائيلي. حزب الله اللبناني من جهته كثف من هجماته ضد إسرائيل خلال اليومين الأخيرين، واستهدف بالصواريخ الموجهة والمسيرات مواقع إسرائيلية أدت إلى وقوع إصابات عديدة. وفي سياق التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى منع إسرائيل من الرد على الهجوم الإيراني، قرر قادة الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام قمة في بروكسل شارك فيها قادة الدول 27 الأعضاء في التكتل أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيرة وصواريخ. أجرينا نقاشا جيدا، نشعر أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا لعزل إيران. العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران ستستهدف الشركات المشاركة في إنتاج المسيرات والصواريخ.
وفي بيانهم الصادر في ختام القمة، دعا قادة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس، مع الابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة. في الأثناء، تعهدت واشنطن بفرض مزيد من العقوبات التي تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والحرس الثوري ووزارة الدفاع. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الإجراءات الجديدة ستواصل الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعاليتها والتصدي لمجمل سلوكياتها. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للمسيرات رداً على هجومها ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع. وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن تستهدف 16 شخصاً وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار، منها طائرات شاهد التي تم استخدامها خلال هجوم إيراني على إسرائيل في السابع أو في 13 من إبريل الجاري. اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي EDUTECH بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. يهدف المعرض لتعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية. بشعار اصنع مستقبلك، اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي EDUTECH بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. عرفنا ولادنا واولياء امورهم اللي مهتمين اللي بيفكروا في التعليم الفني ان لا مش لازم تروح الجامعة، لكن تقدر تشوف انت بتحب ايه والحاجة اللي انت عندك المهارة بتاعتها تقدر تتعلمها وتنمو وتحقق مستقبل باهر ان شاء الله. النقطه الثانيه هي ان طيب افرض انت بقى دخلت تعليم فني لكن عاوز تكمل برضو في التعليم الجامعي، طب احنا دلوقتي بنقول التعليم في مدارس فنيه تطبيقيه، في مسارات تعليم فني مختلفه في مصر، التعليم الفني المزدوج، في شراكات دوليه مع العالم زي ما حضرتك شايف كل بلاد العالم تقريبا موجوده والشركاء الدوليين موجودين معانا. احنا ابدا وجودها في هذا المعرض الملتقى بنسخته الثالثه، احنا المعرض ده بيتنفذ تحت رعايه ابدا، وده ان دل على شيء يدل على مدى ايمان ابدا واهتمامها بالعنصر البشري واهميته في تطوير الصناعه. العنصر البشري يعتبر هو الركيزه الاساسيه اللي احنا نقدر نبني عليها نظام صناعي ومن ثم نظام اقتصادي قوي في مصر إن شاء الله. في إطار جهود مبادرة ابدأ، يأتي المعرض والمنتدى لتعزيز سبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية. إن الوزارة العمل أطلقت مشروع 120-30 وهو خاص بتطوير منظومة التدريب المهني على مستوى الدولة بكل عناصرها، قياس المهارة، الحقائب التدريبية، المدرب، المتدرب، مراكز التدريب، الأدوات، الجدارات بتاعة المهنة، تصنيف المهن، كل ده بالكامل اشتغلنا فيه بمنظومة إلكترونية بتشمل كل الكلام ده، بحيث أن التعامل مع تراخيص مراكز التدريب يتم إلكتروني، البورتفوليو بتاع المتدرب موجود إلكتروني، الأعمال بتاعة المتدربين وقياس مهارتهم كلها برضو موجودة إلكتروني. وكان الهدف من ده أن احنا نعمل إعادة إحياء لبراند العامل المصري. إحنا نعتبر الجسر ما بين المجتمع الأكاديمي متمثل في مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، وفي نفس الوقت مجتمع الصناعة أو مجتمع رجال الأعمال. إحنا دايماً بنبقى الجسر ما بين المجتمع الصناعي والمجتمع الأكاديمي. على مدار ال 14 سنة اللي فاتوا قدرنا أن إحنا نصدر ل 22 دولة، علشان إحنا بنركز جداً لرفع الصادرات. قدرنا نعمل صناعة وطنية بتنافس الصناعة الأجنبية، قدرنا ندرب طلبة كتير جدا مركزين جدا الفترة اللي جاية على التخصصات
الجديدة اللي عليها الترند زي الطاقة الجديدة والمتجددة، زي الأوتوترونيكس، زي الذكاء الاصطناعي. إنما أهم ما يميز المؤتمر إن هو توجه ناحية التعليم التكنولوجي فعلاً، وده كلام كل الناس المتخصصة. ويعني إيه تعليم التكنولوجي ويعني إيه خلق الفني؟ أنا عايزين فني، فني متخصص في كل حاجة من أنواع الصناعة المختلفة. ناقشنا حاجات كتير جدا، ناقشنا النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني، ناقشنا الباثويز اللي تتفتح لخريج التعليم الفني إنه إزاي يكمل في جامعات تكنولوجية أو جامعات حكومية، ناقشنا احتياجات سوق العمل بالتعليم الفني، فلازم يحصل ربط بين الصناعة وبين التعليم الفني عشان يخرج منتج بيتهافت عليه الصناعة، فكل دي موضوعات حيوية جدا بتناقش في سوق العمل وفي خلال المؤتمر ده. المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص من خبراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ليلى عمر. تفضلي ليلى. شكرا لكم إلهام نمر وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. انطلق موسم حصاد محصول القمح بمزارع شرق وجنوب بورسعيد، لتبدأ أيضا عملية التوريد للصوامع والشوان بالمحافظات المختلفة والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح وتوريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وشهدت محافظة بورسعيد خلال هذا العام زراعة 13161 فدانا بين أراضي الجنوب والشرق في منطقة سهل الطينة، حيث زادت المساحة المنزرعة بالمحافظة عن العامين الماضيين بنحو 3000 فدان. نحن بدأنا الموسم القمح المحلي، بنستلم الدرجات بتاعت القمح، عندنا 3 درجات للتقريض، في 23.5 وفي 23 وفي 22.5. بنحدد درجة النظافة بتاعت الأقماح المحلية لموسم 2024، إن احنا العربية أول ما بتيجي بنسحب عينات وبنراعي ان احنا نكون يعني السرعه في عمليه الفرز العربيه عشان نحدد درجتها. بالتالي بعد كده بنشوف ان لازم يكون العينه خاليه من الاتربه ومن الشوائب ومن الاصابات الحشريه، بنحدد درجتها. لو هي كويسه تمام بتاخد درجتها اللي هي 23.5، لو هي فيها مثلا اقل من كده بتاخد درجتها اللي هي 23، لو اقل من كده بتاخد ال 22.5 الدرجه المحدده ليها. طبعا كل درجه ليها سعر محدد. المساحه المنزرعه هذا العام حوالي 13000 فدان، بزياده حوالي 3000 فدان عن الموسم الماضي، والمستهدف هذا العام من 16 ل 19000 طن بزيادة عن الموسم الماضي أيضا. والحمد لله احنا الموسم اللي فات تعدينا 101%، والسنة دي إن شاء الله هتتعدى النسبة أكبر من ذلك. احنا وردنا من خلال يومين في الشونة حوالي 330 طن، وده يعني شيء مبشر بالخير إن شاء الله. تابعنا الموسم الزراعي وموسم ناجح إن شاء الله، وفي إنتاجية عالية، بالإضافة إن احنا عندنا 13161 فدان، منهم حوالي 5747 فدان في شرق القناة، وحوالي 7414 فدان في جنوب بورسعيد. طبعا شرق القناة بيوردهم في صومعة الأمطار الشرق عشان طبعا المعديات وعشان الأنفاق والكلام ده. أما بالنسبة لجنوب بورسعيد فبيوردوا في شونة مطاحن شرق الدلتا اللي موجودة داخل محافظة بورسعيد. احنا بنجهز المواقع التسويقية بتاعتي التخزينية اللي أنا بخزن فيها القمح بتاعي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بتاع جمهورية مصر العربية أو بتاع منطقة بورسعيد، بالأخص محافظة بورسعيد. بنحافظ عليه من التلف بالتجهيزات اللازمة من التبخير وعادات والمواد التبخير بتاعتنا، ونجهزها بحيث أننا أفضل محافظ على كمية القمح اللي تم تخزينها من بداية الموسم لنهاية الموسم لحين البدء في لجنة البرامج لتوزيع القمح على الصوامع لإجراء عمليات الطحن. دايما وأبدا بنكون في قمة السعادة وإحنا بنورد المحاصيل بتاعتنا هنا الاستراتيجية، سواء حتى قمح أو غير القمح، لأن بدأنا دلوقتي أن يكون في مضارب في بورسعيد، والحمد لله بدأنا برضو التوريد ليها. بدأ يكون في عندنا اكتفاء ذاتي من الرز كزراعة، واكتفاء ذاتي من الرز كسلعة سنوية بعد تأشيره. الحمد لله بدأنا يكون عندنا كل الخدمات اللي متاحة
اللي هي الطحن، تقشير الرز، كل الأماكن دي عادت موجودة دلوقتي، موجودة في بورسعيد ومتاحة معنا في بورسعيد دلوقتي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع لتواصل خسائرها، بينما يتحول تركيز المستثمرين إلى التوقعات بتراجع الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% إلى 86.69 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6% إلى 82.16 دولار للبرميل، وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. تراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا، وذلك بنسبة 1.22% لتصل إلى $2.54 للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.63% لتسجل $1.75 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباين أداء البورصات في منطقة الخليج مع عكوف المستثمرين على تقييم أحدث التصريحات الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي والتوتر الجيوسياسي الراهن. وارتفع المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.3% لتشهد البورصة بالمملكة حالة استقرار بعد جلستين من الخسائر. وارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.8% منهيا سلسلة خسائر لأربع جلسات. وارتفع مؤشر أبوظبي 0.2% وبنفس النسبة السابقة انخفض المؤشر القطري. أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، حيث تزداد التحديات بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 إلى 2.7% من 3.4% في توقعات أكتوبر، وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بنسبة 1.9%. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة لاستكمال النشرة إليكم من جديد. شكرا لك ليلى على هذا العرض. افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة متحف التراث السيناوي في مقره الجديد بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش. خلال الافتتاح أكد شوشة أن محافظة شمال سيناء تنفرد عن غيرها بالموروث التراثي الكبير في شتى مناحي الحياة، مؤكدا على أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة. ودعا المحافظ المواطنين خاصة أهل البادية ممن يمتلكون قطعا تراثية أن يتبرعوا بها للمتحف أو أن يتم الاستعانة بها في صناعة قطعة مماثلة، بحيث يعود المتحف كسابق عهده يضم جميع مفردات التراث السيناوي، متوقعا أن تكون هناك استجابة لتلك الدعوة. والآن إلى أخبار الرياضة. عودة مرة أخرى إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. ساد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مجريات مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كيلوباترا ضمن فعاليات الجولة 18 في الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل الاتحاد السكندري إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل رصيد سيراميكا كيلوباترا إلى 24 نقطة.
حقق فريق زد اف سي فوزا على نظيره الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراه التي جمعتهما في اطار الجوله 18 من الدوري الممتاز. بهذه النتيجه رفع فريق زد اف سي رصيده الى 27 نقطه في ترتيب جدول الدوري، بينما تجمد رصيد فريق الاسماعيلي عند 18 نقطه. فاز فريق مودرن فيوتشر على نظيره فاركو بثنائية دون رد في إطار الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة وصل رصيد فريق مودرن فيوتشر إلى 24 نقطة، بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة 12. أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه الأول في الكونغو استعدادا لمواجهة نظيره مازيمبي بعد غد، وذلك في إطار ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة في 26 من إبريل الجاري. يواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره أتلانتا الإيطالي، وذلك ضمن إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي. وتشير نتائج المباراة إلى تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد في الشوط الأول بقدم اللاعب محمد صلاح. فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره بي ام سي الكونغولي، وذلك بنتيجة 26-19 في افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. كما فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي على نظيره دي جي اس بي الكونغولي بنتيجة 26-21 في إطار افتتاح مشواره ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر. ختام وقفتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة لاستكمال النشرة إليكم. شكرا لك ليلى. أفاد باحثون في معهد بوتسدام في ألمانيا لأبحاث تأثير المناخ أن تغير المناخ سيتسبب في خسائر للاقتصاد العالمي تبلغ قيمتها 38 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2049. وقالت وكالة بلومبرج أن تغير المناخ سيتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة خلال الأعوام 25 المقبلة في كل الدول تقريبا. لا تزال الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ هي الخاسر الأكبر من أمر لا ناقة لها فيه ولا جمل، فتشير دراسات إلى أن هذه الدول ستعاني خسارة في الدخل أكبر ب40% من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى، وأكبر ب60% من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع. ومن المتوقع حسب الدراسة التي أجرتها مجلة نيتشر أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13% وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11%، وذلك بسبب تغير المناخ بحلول عام 2050. الدراسة أظهرت أيضاً أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنوياً بحلول عام 2100، إذ ارتفعت درجة حرارة الكوكب بما يتجاوز درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن 19. وسيؤدي تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالي 38 تريليون دولار، أي نحو 20%، غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسياً لتجنب مزيد من التبعات الاقتصادية المدمرة بعد عام 2050. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة نتحول فيها مرة ثالثة وأخيرة إلى ليلى عمر، تفضل. شكراً لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء طقس الغد. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، ومائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى 16، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-16، بورسعيد 22-16، الإسماعيلية 30-18. أما في السويس فالعظمى 31، الصغرى 16، العريش 23-14، طابة 30-18، شرم الشيخ 34-22، الغردقة 33-21. وفي الأقصر 36-21، أسوان 37-22، الوادي الجديد 35-20، شلاتين 30-20، وأخيرا حلايب 28-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن أترككم مع أبرز لقطات هذا اليوم. We'll be right back.
إذن وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد انخفاض أسعار السلع ويتعهد بمزيد من التراجع مع استقرار السياسات النقدية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها. واشنطن تعتزم التصويت ضد طلب حصول فلسطين على العضوية الأممية الكاملة، ورام الله تؤكد أن تعطيل القرار لن يساعد في تحقيق السلام بالمنطقة. على خلفية تواصل العدوان على غزة، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تخوفات من قرار محتمل للجنايات الدولية باعتقال مسؤولين من حكومة نتنياهو نهاية الشهر الجاري. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنير. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا إلهام. مساء الخير يا أميرة. على فكرة إلهام، الخبر اللي انت كنت بتقريه بأنه السيد رئيس الوزراء وانخفاض الأسعار، أعتقد من أهم الأخبار محلية اللي هتهم الناس في الفترة القادمة بإذن الله. بالفعل يعني أكيد يمكن ده خبر يعني يهم كل المواطنين ويهمنا كلنا نشعر بيه في يعني في حياتنا اليومية. أي واحد بينزل يشتري متطلباته هيحس فعلا في أكيد فعليا بمدى انخفاض الأسعار في الفترة القادمة. نتمنى ذلك يعني أكيد، ودي من الأخبار اللي بتطمن الناس إنه تبدأ الدنيا يعني إيه في ازدهار كده قادم بإذن الله. إن شاء الله. بعيدا عن حرارة الجو اللي هتعلى الأسبوع الجاي، بس مش مشكلة نتحمل الأرقام بتاعت حرارة الجو يعني أكيد هي حالة مميزة. إن شاء الله هنسيبك وأكيد هننضم للمتابعين. أكيد. بشكرك يا أميرة، أشكرك يا إلهام، وأتمنى لكم التوفيق ولكل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ برنامج التاسعة. تفضلوا.